بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في منصة تعلم. درسنا اليوم في برنامج مايكروسوفت وورد حنتعرف شلون نحول كتابة إلى جدول. نفرض عندنا هاي الكتابة، أريد أحولها إلى جدول. نقوم بتحديد الكتابة المراد تحويلها، بعدين من Insert Table هنقول له Convert Text to Table. اوكي، نلاحظ تم تحويل الكتابة الى داخل جدول. نفرض اذا عدنا مثلا بشكل افقي، مجرد مثلا هذه الكتابة بالضغط على تاب، ثم مثلا كتابة ثانية تاب، كتابة ثالثة تاب، وهكذا، بعدين انتر. نفرض مثلا هذا في، ثم نضغط تاب في تاب في تاب في. نفرض هذا نحوله الى جدول، ضروري وجود تاب كي يتحول الى يعني افقي وعمودي. convert to table، نلاحظ كولوم 4 والرو 2، قول اوكي. مثل ما نلاحظ تم تحويل كتابة الأفقية الى جدول. شكرا للمتابعة وفي امان الله.